من بعد ما أعلن كل من نارين بيوتي وموفلوغز عن نهاية خلافهم اللي دام سنة كاملة بفيديو على يوتيوب وصور على انستغرام، ومن بعد ما أثار الجدل بشكل واسع جدا على السوشيال ميديا، بلشت تساؤلات الجمهور عن ما إذا رح يرجعوا يصوروا مع بعض مثل قبل. والأمر اللي كان شائع هو أنه موفلوكس ونارين بيوتي عم بيخططوا للعمل على أغنية مع بعض. فقبل فترة أعلنت نارين عن مفاجأتها الجديدة وصرحت أنها حتكون أغنية مع شاب، فتساءل الجمهور هديك الفترة عن هوية هذا الشاب ومين بيكون، خاصة أنها صرحت أنه يوتيوبر. فبعد هذا الصلح رجع الجمهور وحط موفلوكس بتساؤلاتهم، فهل برأيكم أنه يكون موفلوكس هو الشاب اللي حكت عنه نارين أنها حتعمل معه أغنية؟ وهل رح يشاركوا أغنية جديدة أو يشاركوا الأغنية اللي أعلنوا عنها قبل سنين وما شفناها لحد الآن؟ اكتبونا رأيكم بخانة التعليقات.